ببرنامج متنوع أحيت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية حفلا موسيقيا على خشبة مسرح دار الأوبرا بدمشق، قدمت خلاله عددا من المقطوعات الكلاسيكية لمؤلفين عالميين كموتسارت وبوتشيني. حفل متنوع جدا، يعني البرنامج من روح من موتسارت من كونشيرتو البيانو 414 اللي يعتبر من الكونشيرتات الصغيرة مو تشكيلة كبيرة، كونشيرتو الهورن اللي كمان تشكيلة صغيرة، لنوصل لشهرزاد اللي تشكيلة أوركسترالية كاملة مع كافة الآلات والألوان الموجودة معنا. تميز الحفل بمشاركات منفردة من الدكتور المصري عامر سليم في حواريتين بين الأوركسترا وآلة الهورن لكونشيرتو وضعه موتسارت لهذه الآلة النفخية، ومشاركة للشاب السوري قيس الصفدي ضمن فقرة عزف منفرد على آلة البيانو، كما تلاها أداء أوبرالي بصوت التينور السوري عون معروف. أنا كنت مشارك عازف هورن منفرد، عزفت الكونشيرتو الأول لموتسارت، وكان التعاون مع الأوركسترا الوطنية، اتفقنا أن احنا نقدم نشارك بعمل سولو للهورن بما أن الآلة عادة مش ملهاش دور منفرد على المسرح، دايما بتبقى في الأوركسترا كآلة أوركسترالية أو حتى في الباند العسكري أو الشرطي كآلة يعني صوتها عالي وجهوري، فقلنا نشارك بعمل منفرد علشان نعرف الجمهور السوري على الآلة دي بشكل مختلف. البروجرام اليوم بالمجمل هو لحتى نمرق على أكثر من حقبة زمنية مرقت فيها الموسيقى الكلاسيكية مو بس بأوروبا، بالعالم خلينا نعتبر، منضوي عليها من قلب سوريا لتوصل لكل هاي المسج لكل حدا بيسمعنا، كان جمهورنا هون عم يحضر أو إذا في حدا عم يسمعنا من برا سوريا. كما أدت الفرقة السيمفونية الوطنية رقصة من أوبريت كسارة البندق للمؤلف الروسي تشايكوفسكي قبل أن تختتم الأمسية بالحركة الثانية من سيمفونية شهرزاد لكورساكوف. حمد طوالبي، الغد، دمشق.